بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم يا سنة أولى في أولى محاضرات الفارماكولوجي. المحاضرة دي أنا بحب أسميها محاضرة الـ ABC، يعني هي كمان مش محاضرة المقدمة، دي محاضرة ما قبل المقدمة، تمام؟ الأساسيات بتاعتنا خالص يعني. يعني أنت لو عندك دلوقتي عندك طفلين، طفل في حضانة وطفل أولى ابتدائي، واديتك 5 كلمات إنجليزي، قلت لك حفظهم للطفلين. الطفل بتاع أولى ابتدائي هو أوريدي خد الحروف، فهتخش معاه تحفظ تقول له قبل وبين وجول، لكن الطفل بتاع الحضانه لازم قبل ما احفظه الكلمات ابدا اديله الحروف اللي هيحفظ بيها، تمام؟ فالنهارده تعتبر بالنسبه للفارما حصه الحروف، الحاجات اللي هناخدها وهتمشي عليها ان شاء الله انت بعد كده في المنهج، يعني سواء اخدت كورس ما خدتش كورس ايا كان اللي هتعمله يعني. فانا شايفها محاضره مهمه، احب اعملها كده قبل اي ماده، نفهم كده مفاهيم بشكل عام عن الماده. ومهم جدا بقى عايز اكلمك عن اهميه الماده. احنا بنتكلم بندرس العلم ده ليه؟ هندرس الفارماكولوجي دي ليه؟ ايه اهميه الفارماكولوجي؟ تمام؟ ليه بدرسها كطبيب؟ طيب، فالبوينتس اللي هنتكلم دلوقتي عنها هنتكلم على يعني ايه فارماكولوجي؟ تمام؟ طب بندرس الفارماكولوجي ليه؟ Why we study pharmacology؟ بعد كده what are the information you need to know about a drug؟ ايه المعلومات اللي هحتاج اعرفها عن كل دواء هدرسه في الفارما؟ واخر حاجه what will we learn after studying pharmacology؟ ايه اللي هنتعلمه؟ او ايه اللي هتستفيده بعد دراسه الفارما بشكل عام. طيب كلمه فارماكولوجي، تعالى كده نشتغل مع بعض شويه في وايت بورد سبوره. يعني كلمه فارماكولوجي وانت خدت في ثانويه عامه واشطر مني في الحكايه دي. كلمه اولوجي يعني ايه؟ مش خدت كلمه جيولوجيا ولا كان كلمه جي وتعني الارض، وكلمه اولوجي تعني علم، نفس الكلام بالظبط. كلمه اولوجي تعني علم، فارما تعني الدواء، فارماكولوجي هو علم الأدوية، تمام؟ إحنا بندرس الأدوية. طب هل أنا هدرس ومحتاج أنا كطبيب أدرس كل ما يتعلق بالأدوية؟ لا، أنا هدرس حاجات معينة تفيدني بالطب. في حاجات تانية محتاج أدرسها بتاع كلية صيدلة، في حاجات تالتة بتاع كلية علوم. أنا مثلا ما يهمنيش في كلية الطب كيفية تصنيع الدواء، مش مهمتي، مش أنا اللي هشتغل فيها. ما يهمنيش التركيب الكيميائي للدواء، مش مهمتي، مش أنا اللي هشتغل فيها. أنا هشتغل بس في حاجات معينة هتكلم فيها دلوقتي. عشان كده فارماكولوجي هو علم لازم تعرف إن أنت اللي بتاخده ده مش كل الفارماكولوجي بشكل عام، لا، إحنا بنتكلم في جانب معين من الفارماكولوجي اللي هيفيدني في كلية الطب إن شاء الله. تمام؟ طيب. عشان كده تنبع أهمية المادة دي، احنا عندنا الطب لو هنتكلم بشكل عام، الطب في النهايه هو داء ودواء. عندي مرض وعايز اعالجه، مرض محتاج ان انا اشخصه كويس جدا، اتاكد ان العيان ده فعلا عنده المرض ده، بعد كده اعالج المرض. الداء بيتاخد ان شاء الله في 5 في البطنه والجراحه في سنه سته، والدواء بيتاخد في كليه في الفارماكولوجي. تمام؟ عشان كده مهم جدا تفهم كويس الفارما. على فكره عايز اقول لك كلها بتتكرر قدام مع البطنه، يعني وانت قدام مع البطنه هو بيديك المرض، مش هيديك المرض من غير ما يديك علاج، يقول لا هيديك المرض طبعا مع علاجه، بس مش هيديك التفاصيل العميقه بتاعه العلاج. ليه؟ لانك المفترض خدتها في الفارما قبل كده، فاهمين القصه دي؟ عشان كده الماده مهمه جدا، هتلاقيها قدام معاك في الطب على طول، معاك وانت في البطنه، معاك وانت في الاطفال، معاك وانت في النساء، حتى بعد كده معاك في شغلك. تمام؟ يعني مثلا في مواد ممكن تتبصمك، في مواد انت ممكن تخش مش فاهم او حافظ ومش فاهم كويس قوي، لكن الفارماكولوجي ما ينفعش، الفارماكولوجي لازم فهم كويس قوي وحفظ كويس قوي. فدي اهميه ماده. وخلي بالك انت لازم قبل دراسه اي ماده في كليه الطب تفهم انا بدرس الماده دي ليه؟ يعني المشكله ان احنا ساعات بيجي لنا كده وهم اللي هو ايه؟ لا دي ماده حشو، لا كل ماده وليها اهميه، مش عايز اسمها حشو، كل ماده وليها اهميه. تمام؟ عارفين ارخم ماده مثلا هتقابلوها في الطب وممكن تحس انها مالهاش لازمه؟ ماده اسمها الكوميونتي في ثانيه طب. طيب انا الكوميونتي ده كنت باخده زمان، يعني النظام القديم ايام ما كنا في رابعه طب، كانت سنة 2019، تمام؟ السنة اللي بدأ موضوع الكورونا فيها. فكنا 2019 أول ترم ساعتها قبل الكورونا في شهر 10 11 و12. بناخد كوميونيتي وحاسين بقى إن المادة رخمة وغلسة وعمالين نحفظ في كلام حشو، وبنحفظ الكلام ده ليه؟ طيب هو اسمه كوميونيتي ميديسن أند بابليك هيلث، أو بابليك هيلث أند الصحة العامة، بابليك هيلث أند كوميونيتي ميديسن، وطب المجتمع. وساعات يسموه بريفنتيف ميديسن، يعني إيه الطب الوقائي؟ انا بتعلم ازاي الوقايه من الامراض في الكوميونتي، ما بركزش على العلاج، بركز على الوقايه، ازاي احسن من الامراض. طيب فبندرس بقى كل حاجه ونحمي نفسنا ازاي من الامراض والكلام ده. فاخدنا كده حاجه في الكوميونتي،
قال لك ازاي نمنع الاير دروبلت انفكشنز. على فكره في الكورس ده او بشكل عام في الكورس ده انا هتكلم معاكم، مش هشرح بس طب، انا هشرح طب ومع انجليزي، لان انا عارف ان انتوا لسه طالعين من ثانويه عامه بقالك 12 سنه بتتكلم بتدرس بالعربي والخلايا البائيه والخلايا التائيه ومش عارف الاستجابه المناعيه والانتيجين ومش عارف ايه هو المكورات، فعارف ان الكلام بالنسبه لكم وعلى فكره طبيعي. يعني انا زمان كنت بقعد في الصفحه بذاكر الصفحه بثلاث ساعات على ما افهم كل كلمه والانجليزي والكلام ده، على مدار شهرين ثلاثه ان شاء الله بتعود، لان الموضوع معاك بيسرع لدرجه انك تقعد تذاكر في الثلاث ساعات دول 20 صفحه. تمام، ده مع التطور ومع الوقت التطور في حته الانجليزي دي، فانا ببقى عارف حاجه زي كده. عشان كده التعامل معاكم انتوا، يعني التعامل معاكم وانت في اولى الا لما كنا بنشرح الفارما في سنه ثالثه، انا مضطر اتكلم معاك وكل كلمه ترجمها لك. تمام، فبرضو المحاضره اللي هشرحها دلوقتي دي مش في الكتاب، يعني انا مش عايز منك تجيب الكتاب وتعلق، انا عايزك تفهم كده بس. هنتكلم عن الماده بشكل عام، هخليك تحب الماده، عايزك تحبها زي ما انا بحبها. انا بحب جدا الفارماكولوجي والتفاصيل اللي فيها والفهم والحاجات والميكانيزمات، عايزك تحب زي ما انا بحب، تمام، واحبها بمزاجك بدل ما تحبها غصب عنك. فماده زي الكوميونتي من ارخم مواد كليه الطب، وغير الفارما، الفارما فيها فهم وهنتكلم في حاجات مهمه وفهم وبتاع، انما الكوميونتي اغلبها حفظ. انا عايز اعرف ازاي امنع الامراض الاير دروبلت انفكشن. يعني ايه اير دروبلت انفكشن؟ يعني امراض بتنتقل عن طريق الجهاز التنفسي، بتنتقل عن طريق الجو، زي الانفلونزا مثلا، مش يقول لك حد عطس في وشك جالك انفلونزا، هو ده زي الكورونا، دي كلها امراض اير دروبلت. فخدنا كده حاجه اسمها مين بريفنتيف ميجرز، مين بريفنتيف ميجرز يعني الوسائل الوقائيه الاساسيه، مين بريفنتيف ميجرز فور اير دروبلت انفكشنز، كنا بنجمعينهم كده او بحفظهم للشباب. يعني بنشتغل برضو كورس في تانية كوميونتي، يعني في كلمه فار، ايه الفار ده؟ الفار بتاع الكوره، تمام، ده اسم بتاع شيشات عشان نحفظ الكلمه او نحفظ الحاجات. يعني رقم واحد عندي الفنتليشن، التهويه، تمام، شايفين في موضوع الكورونا لما انتشرت قال لك لازم التهويه كويسه ولازم يكون معرفش كل اوضه يكون فيها شباكين وليها كده قواعد معينه. رقم اتنين قال لك افويد، افويد يعني نتجنب او نبعد عن الاوفر كراودنج، بالكم صح عشان حد عايز يعرف الكلمه، يعني اوفر كراودنج يعني الازدحام، نبعد عن التجمعات والزحمه. واخر حاجه في حاجه اسمها ريسبيراتوري، ريسبيراتوري يعني الجهاز التنفسي، بروتكشن يعني حمايه، تمام، ديفايسز يعني الاجهزه او الوسائل اللي بحمي بيها الجهاز التنفسي. وكان مكتوب في الكتاب بالظبط الكمامه السيرجيكال ماسك، كان مكتوب ال N95 اللي هو الماسك اللي بنسمع عنه الغالب 50 جنيه ده، يعني كل ده خدناه قبل الكورونا وقبل اي حاجه، لحد ما جينا في شهر مارس مره واحده ظهرت موضوع الكورونا، لقينا الكلام اللي درسناه ده بيتطبق في ارض الواقع بالحرف، تمام؟ فساعتها ادركنا فعلا اهميه ماده زي الكوميونتي، لدرجه ان انا بقيت بحب الماده وبحب اشرح الشباتر المهمه اللي فيها، فاهمين الكلام ده؟ فتخيل ماده زي الكوميونتي، تمام؟ هتحبها وهتاخدها وتحس انها رخمه وكلها حفظ، تخيل بقى اهميه ماده زي الفارماكولوجي، ماده فيها علم الادويه. طيب ده حاجه، طبق كده على اي ماده، هتاخد هيستولوجي، هتاخد باثولوجي، هتاخد فيسيولوجي، لازم تفهم اهميه كل ماده. في الهيستولوجي مثلا خلي بالك، هيستولوجي، اولوجي يعني علم، هيستو يعني ايه؟ الانسجه، علم الانسجه، بدرس الهيستولوجي، لازم اعرف الطبيعي او الشكل الطبيعي للانسجه، لازم اعرف كده ان مثلا الابيثيليوم بتاع الريسبيراتوري سيستم كذا، سودو ستراتيفايد كولومنس ليد ابيثيليوم ويز جوبلت سيلز، ربنا عامل الابيثيليوم في الجهاز التنفسي بشكل معين، ربنا عامل عشان الابيثيليوم اللي هو ايه، النسيج الطلائي في اولى ثانوي اللي هو النسيج اللي بيبطن حاجه من جوه يعني، فربنا عمله في الجهاز التنفسي، عمله غير الجهاز غير اللي بتاع الجلد غير بتاع الجهاز الهضمي، كل حاجه وليها مكان. ليه بدرس الهيستولوجي؟ عشان لو خدت بعد كده شريحه من الجهاز التنفسي وبصيت تحت الميكروسكوب ولقيت فيها مشكله اعرف ان في مرض، اعرف ان في مشكله، انا هنا ما اصبحتش في النورمال، ما اصبحتش في الطبيعي، اصبحت في المرض. المرض ده بقى هاخده فين؟ هاخده في الباثولوجي اللي هو مين؟ باثولوجي نفس الكلام علم، طب باثو اللي هو ايه بقى؟ علم الامراض، فهمت؟ فهنا في الهيستولوجي وفي الفسيولوجي برضو بدرس النورمال، بدرس الطبيعي اللي ربنا خلقه، تمام؟ طب في الباثولوجي بدرس المرض الديزيز، فاهمين القصه دي؟ عشان كده اي ماده وليها اهميه، مش حاجه اسمها الهيستو، لا الهيستو مهم، لازم تعرف، لازم تفهم. احنا كان بيجي لنا شريحه في الباثولوجي في سنه ثالثه وهتاخدوها برضو في العملي، تحط الشريحه قدامك تحت الميكروسكوب تعرف والله الشريحه دي
فيها سرطان في الكبد. طب انا هعرف ازاي هو سرطان في الكبد من غير ما اعرف اصلا ان ده كبد؟ انا لازم ابقى عارف الكبد الطبيعي عامل ازاي عشان اعرف السرطان هيبقى شكله ازاي، فاهمين الكلام؟ فلازم كل ماده في الطب تاخدها تتعامل معاها كده، ابدا افكر اهميه الماده دي في حياتي، تمام؟ هتفيدني بايه قدام؟ ده الكلام بتاعنا. تعالى عشان ما نطولش نرجع للفارماكولوجي بتاعتنا. الفارماكولوجي اذا خدنا كده ردينا على اول سؤال، هو علم الادويه. طب بندرسها ليه؟ زي ما قلنا الادويه لازم خلاص تعتبر نص الطب، الداء والدواء، تمام؟ طيب ايه بقى الانفورميشن؟ وده اهم جزء في الحصه اللي هحتاج اعرفها عن كل ده وهدرسه. احنا في الفارما هندرس ادويه كتير، هندرس تقريبا كل الادويه المشهوره اللي ممكن تقابلها في حياتك، بس طبعا بقى على مدار الثلاث سنين. يعني زمان كانت بتشرح في ثالثه طب في سنه واحده بس، انتوا حاليا مقسمينها لكم، وده شيء جميل لان الفارما صعبه واسماء الادويه رخمه، تمام؟ فهنتكلم عن ادويه كتير جدا، كل دواء هنتكلم عنه لازم اغطي عنه النقط دي. يبقى انا اذا في الدواء بهتم في النقط دي دلوقتي هتكلم عنها. بتاع صيدله بيهتم اكتر بتصنيع الدواء، بيهتم مش عارف بالتركيب الكيميائي للدواء، وبياخد برضه النقط دي، تمام؟ انما احنا يهمنا بس النقط دي. طيب اول حاجه اسم الدواء. واسم الدواء فيه كلام؟ اه طبعا اسم الدواء فيه كلام. لازم تعرف ان الاسم اللي هيتاخد في الفارما ده الساينتفك نيم. يعني ايه؟ يعني الاسم العلمي للدواء. طب هو الدواء ليه اسم تاني؟ اه في حاجه اسمها الساينتفك نيم، اللي عايز اسمها الاسم التجاري اللي هو التريد نيم. سموه الاسم التجاري. يعني ايه الكلام ده؟ والله عندي ماده مثلا فعاله او دواء اسمه الباراسيتامول. الباراسيتامول، الباراسيتامول ده تيجي الشركه الفلانيه تعمل منه تركيز معين في شكل حبايه كده معاها شويه شوايب، تمام؟ نفس الماده الفعاله، وتسميه نوفالدول. يبقى ده اسم الشركه، الاسم التجاري. شركه ثانيه تعمل منه تركيز ثاني وتسميه بنادول. شركه ثالثه تعمل منه شراب مش حبوب خالص وتسميه ابيمول. في الاخر لو ركزت هتلاقي الماده الفعاله في الثلاثه باراسيتامول. باراسيتامول وادي باراسيتامول، فاهمين الكلام؟ فاحنا في الفارما بيهمني بس الاسم العلمي. طب الاسم التجاري هيهمني امتى؟ قدام ان شاء الله في الشغل في البراكتس، هتبقى تعرف بقى الاسماء التجاريه المهمه في السوق. يعني ان الاسم التجاري بيختلف من مصر عن اللي موجود بره مصر، كل دوله فيها شركاتها وفيها ادويتها، يعني عشان تكون فاهم بس الفرق في المسميات. فانا بهتم بس بالاسم العلمي، انا مش هقعد احفظ اميمول وبرامول ونوفالدول والكلام ده، تمام؟ طيب دي حاجه. طب انت كدكتور او مثلا برضو كطالب عايز ترضي غرورك، لو جه واحد سالك مثلا من قرايبك، والله يا عم انا باخد ماشي على حبايه بنادول، اخدها ولا ما اخدهاش وانت مش حافظ؟ لا هقول لك هتبقى عارف ليه، لسببين. اول حاجه ان كتير من الاسماء التجاريه بتدل على الاسم العلمي. يعني انا بنادول، نوفالدول، ابي مول، بارامول، تمام؟ اي حاجه اخرها اول، هم ليه سموها كده؟ ان الماده الفعاله الباراسيتامول مول، ففيهم كلهم على وزن مول، تمام؟ مش كده وبس، في مثلا دواء اسمه سيتال، ده برضه فيه باراسيتامول. جايه منين؟ باراسيتا سيتا سيتا، فسموه سيتال، فاهمني؟ فانت ممكن تتوقع الاسم العلمي، تمام؟ بناء على الاسم التجاري. طب خلاص، واحد يا عم سالك على دواء، شوف العلبه، بص كده على منظر العلبه، هتلاقي مكتوب في اغلب العلب تحت الاسم التجاري مكتوب الاسم العلمي عشان يعرفوا الدكتور، تمام؟ والله احنا الشركه الفلانيه عاملين الدواء الفلاني، والدواء الفلاني ده الماده الفعاله فيه كذا، الباراسيتامول، تمام؟ مجرد بقى ما انت هتبص على الماده الفعاله بس بعد ما تخلص الفارما كدراسه، هتبص على اي ماده فعاله، على اي كلمه دواء، باراسيتامول، اي اسم فعال تاني، هيترص في دماغك كده ايه لسته من المعلومات. عارفين اي دواء بتلاقي معاه روشته، بتلاقي في الروشته كلام، تمام؟ بعد ما هنخلص الفارما تقريبا هتبقى انت حافظ كل الروشتات من غير ما تبص عليها او اغلب اللي فيها. يعني فاول حاجه بناخدها في الدواء هو الاسم، بناخد الاسم العلمي مش التجاري. بعد كده بتكلم في حاجتين مهمين جدا يخصوا كل دواء، حاجه اسمها الفارماكو كاينيتكس وحاجه اسمها الفارماكو داينامكس. تعالى نجيب القصه من اولها، تمام؟ ونفهم مع بعض. دلوقتي سعادتك هتاخد حبايه دواء، طب واكيد انت عارف ان الادويه مش كلها حبوب، مش كل الادويه حبوب، في حاجات باخدها حقن، في حاجات باخدها بلزق حاجات على الجلد مثلا ترانس ديرمال باتشز، في حاجات باخدها توبيكال بدهن مرهم، تمام؟ بس خلينا ناخد ابسط مثال واشهر مثال اللي هي الحبوب. انا هاخد حبايه باخدها عن طريق الجهاز الهضمي، عن طريق الفم، يعني اذا بدخلها على الجهاز الهضمي. ما اعرفش خدت جي اي تي ولا لا قبل كده، بس بتخش على الجهاز الهضمي، تخش على الماوس،
الماوس، بعد كده الفارينكس اللي هو البلعوم، بعد كده الاسوفيجس اللي هو المريء، بعد كده المعده، ده موضوع مهم. بعد كده بنخش على الامعاء الدقيقه السمول انتستين. اغلب الادويه تيجي عند الامعاء الدقيقه هنا، تمام، ويحصل لها عمليه اسمها ابزوربشن. يعني ايه ابزوربشن؟ معناها الامتصاص. الكلام ده كله هيجي بالتفصيل قدام، ما تكتبش اي حاجه ورايا، كل ده هيجي بالتفصيل قدام. انا بس بديك كده ايه مقدمه سريعه. يعني بيحصل له ابزور. يعني ايه ابزوربشن؟ يعني ده انتقل من جي اي تي او من الجهاز الهضمي الى الدم. انتقال الدواء، يبقى انتقال الدواء من الجهاز الهضمي الى الدم، دي عمليه بتسمى ابزوربشن. خد بالك هنا الدواء لسه ما اشتغلش، الدواء ما عملش اي حاجه، ده الجسم هو اللي بيأثر. هنا الجسم هو اللي بيأثر على الدواء، الجسم هو اللي بيمتص الدواء. عشان كده هنا الدواء مش فاعل، الدواء مفعول به. حتى الان الدواء مفعول به، مين الفاعل؟ الجسم. الجسم هو اللي بيمتص، انما الدواء بيمتص. دي اول حاجه. طيب بعد ما الدواء امتص يحصل له ايه؟ بيتوزع، ديستريبيوشن. يبقى الخطوه الثانيه اسمها ديستريبيوشن، وير ويل ات جو؟ تمام. وده اجابه سؤال كنا بنساله لنفسنا زمان، وانا لما باخد حبايه المسكن دي، المسكن بيعرف منين ان انا عندي المشكله في راسي؟ اشمعنى الدواء بيروح على راسي؟ والاجابه ان المسكن مش بيروح على راسك بس ولا حاجه، المسكن بيتوزع على الجسم كله، بس هو بيديك التاثير اللي انت عايزه في راسك. يعني المسكن بيتوزع في الجسم، بيروح في كل حته في الجسم، بس انت مش بتحس بتاثيره غير على راسك، يعني دي المنطقه اللي فيها مشكله. تمام. طيب يبقى ده ابزوربشن، وعندي ديستريبيوشن، وهنتكلم برضو بالتفصيل. تمام. هل كل الادويه بتتوزع على الجسم كله؟ لا، في ادويه بتروح في اماكن معينه، زي مثلا الايودين بيروح على الثيرويد جلاند، الغده ال مش فاكر بالعربي ايه، بس اسمها الثيرويد جلاند يعني. تمام. اشمعنى؟ لان ربنا حط في الثيرويد جلاند دي، او حط في الغده دي مستقبلات، تمام، تسحب الايودين، تسحبه جواها، عشان كده مش بيتوزع على الدم، لا، اول ما يروح الدم ويروح على الغده تسحبه الغده كلها ليها. تمام. ده نوع من الادويه، لكن غالبيه الادويه بتتوزع تقريبا على الجسم كله، سموها نون هوموجينس، يعني بتوزع على الجسم كله بنسب مختلفه. يعني الدواء بيتوزع في كل حته، يروح الكبد ويروح الكلى ويروح المخ ويروح على الدم ويروح على المعده ويلف يروح في كل حته تاني الدواء. تمام. بيتوزع على الجسم كله حسب يعني قواعد معينه خدها قدام. يعني ايه اللي بيخلي الدواء يروح للكبد؟ الدواء يروح للمخ؟ في ادويه ما تعرفش تعدي المخ. تمام. كلها ليها اسباب، كله هيدرس قدام. يبقى اول خطوه خدتها عندي خطوه اسمها ابزوربشن، بعدين خدت ديستريبيوشن. طيب هنا بقى عايزين نقف شويه. حتى الان برضو الدواء مفعول به، الجسم هو اللي وزع الدواء، الجسم هو اللي بيوزعه. انا قلت لك ايه مثلا؟ غده زي الثيرويد هي اللي بتسحب الدواء، فحتى الان الدواء ما زال مفعول به. بقى تاني يا باشا، يبقى عملنا ابزوربشن، تمام، زي ما اتكلمنا. بعد كده عملنا ديستريبيوشن، توزيع للدواء. طب الدواء اتوزع ووصل للمكان اللي هيشتغل فيه. خلينا نكمل النهارده المثال بتاعنا، هي المسكنات اللي بتسمعوا عنها، وهنجاوب بعد شويه على السؤال المشهور، ليه المسكنات بتعمل فشل كلوي اللي بنشوفه على النت، والتحذير اللي شغال كل يوم، يا جماعه بلاش مسكنات، بلاش الاستخدام الغير سليم للمسكنات اللي بنسمع عنها، كتافلام وبروفين ومش عارف مين، ان الحاجات دي بتعمل فشل كلوي. واكيد انت فكرت ايه اللي بيخلي المسكن اللي بيسكن الالام يوصلني لفشل كلوي؟ النهارده هفهمك ليه في اول حصه في الفارما اهو، عشان تحب معايا الكلام يعني. فابزوربشن ديستريبيوشن، الدواء هيتوزع، حتى الان الدواء مفعول به ما عملش حاجه. طب بعد ما الدواء اتوزع ووصل للمكان اللي هيشتغل فيه، خلي بالك بقى الدواء هيشتغل، هنا الدواء اصبح فاعل. يبقى بعد ما الدواء يتوزع بقى بيوصل للمكان بيديني اكشن، بيديني فعل. هو الدواء هيعمل ايه بقى؟ يشتغل هيعمل لي ايه؟ ايه الاكشن بتاعه؟ ايه الطريقه اللي هيشتغل بيها؟ طب بعد ما هيشتغل هيديني افكت، ايه النتيجه اللي هيديهاني من شغله ده؟ وهنفهم بعد شويه ايه الفرق بين اكشن وبين افكت. هنا الدواء اصبح فاعل وليس مفعول به، ركز. هنا الدواء هو اللي اشتغل، الدواء هو اللي اثر على الجسم. طيب الدواء اشتغل وخلص وزي الفل وانتهينا، هيفضل موجود في الجسم العمر كله؟ لا، الجسم عايز يتخلص منه، ماده غريبه عايزين نتخلص منها. تمام. بعد ما يشتغل بيحصل عندي حاجه اسمها الميتابوليزم. ايه الميتابوليزم ده؟ كله هيتدرس بالتفصيل بس مجازا. الميتابوليزم معناه ان انا بحاول احول الدواء
تمام الى مركبات ابسط يمكن التخلص منها. بحول الدواء المعقد ده لمركب بسيط يمكن التخلص منه عشان اطلعه بره الجسم. واخر خطوه عندي هي الاكسكريشن، اني اطرد الدواء بره الجسم. طب بطرده ازاي؟ تمام، زي ما بطرد اي حاجه، يا اما في اليورين يا اما في الاستول يا اما في البول يا اما في المراز. وعلى فكره في بقى وسائل تانية، في حاجات بتطرد عن طريق جهاز تنفسي، عن طريق مع الهواء، في حاجات مع العرق، كله هنتكلم فيه يعني. فاذا عايزين نقسم الموضوع نصين، في المراحل دي الدواء ما اشتغلش، الدواء مفعول به، الجسم هو اللي امتص الدواء، والجسم هو اللي وزع الدواء، والجسم هو اللي كسر الدواء، والجسم هو اللي اخرج الدواء. لكن في المرحله دي الدواء هو اللي اشتغل، الدواء هو اللي اثر على الجسم. عشان كده بيسموا دول او بيسموا الحاجه دي الفارماكو كاينيتكس. خلينا نكتب خط كويس عشان تعرف تقرا. فارماكو كاينيتكس. طب وهنا يقول لك فارماكو داينامكس، وهم دول اول برانشين عندنا في المنهج. هتكلم بشكل عام عن الكاينيتكس، ازاي الجسم بيمتص اغلب الادويه، ازاي الجسم بيوزع اغلب الادويه، ازاي الجسم بيكسر اغلب الادويه، ازاي الجسم بيتخلص من اغلب الادويه. هتقول لي الرخامه دي وانا اقعد احفظ في كل دواء بيمتص ازاي؟ لا، هقول لك عندي قواعد عامه، يعني اغلب الادويه بتتبع قواعد عامه، كلهم اغلبهم بيمتصوا بطريقه معينه، نفس الطريقه، اغلبهم بيتوزعوا بنفس الطريقه، اغلبهم بيتكسروا بنفس الطريقه، انا بس احفظ الشواذ، يعني اللي احفظه بقى كده الحاجات الشاذه اللي احتاج اعرفها. طيب بعد كده هعرف ازاي الدواء بيأثر على الجسم، ده اسمها الفارماكو داينامكس. يبقى تاني، فلو حبينا يبقى خدنا فارماكو كاينيتكس وخدنا فارماكو داينامكس. لو عايز اعرفها، تعريف الكاينيتكس هاو ذا بودي افكتس ذا دراج، هاو ذا بودي افكتس ذا دراج، ازاي الجسم بيؤثر على الدواء، ازاي الجسم بيمتص الدواء. تمام، يجمعوها في كلمه ادمي، احفظها واخلص. ادمي يعني ايه؟ ادمي زي ما خدنا ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن، ده اول حاجه هاو ذا بودي افكت ذا دراج. طب الناحيه الثانيه بقى، هاو ذا دراج افكت ذا بودي، ازاي الدواء بيأثر على الجسم. تمام، دي الفارماكو داينامكس. هتقول لي ممكن اتلخبط، اقول لك غشيم. ليه؟ لان اسمها فارماكو داي داي، دي اول حاجه في المنهج كتحشيشات، انا هملاكم تحشيشات في الفرق. فارماكو داي داي داينامكس بحرف الدي. ليه بحرف الدي؟ لان اللي بيأثر هو الدراج، الدراج هنا هاو ذا دراج افكت ذا بودي. يبقى اذا ما تلخبطش فيهم تاني لاخر عمرك، لان هم بيلخبطوا الفارماكو كاينيتكس والفارماكو داينامكس. تمام، الداينامكس تبقى عارف ان الفارماكو داينامكس بالدي 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 هي اللي بيأثر فيها الدراج، الدراج. طب انا بطيخه في الانجليزي هنسى الدراج، طب ما تزعق الدواء. الفارماكو داي داي داينامكس اللي بيأثر فيها هو الدواء، الدواء هو اللي بيأثر. لكن الكاينيتكس بقى يبقى الثانيه العكس، يبقى البادي هو اللي بيأثر على الدواء. فهمنا؟ ده هنتكلم عنه. تمام، دول اول برانشات في المنهج، هي دي المقدمه عندنا، هنتكلم فيها بالتفصيل الممل. هنشوف بشكل عام ايه الكاينيتكس، ازاي الجسم بيتعامل مع اغلب الادويه او كلها تقريبا، وازاي الادويه بتاثر على الجسم. الفارماكو داينامكس، هي كل الادويه بتشتغل على الجسم زي بعضها؟ لا، في حاجات بتشتغل على مستقبلات، في حاجات بتشتغل على انزيمات، في حاجات بتشتغل لوكالي، زي مثلا دواء حموضه المعده اللي بتاخدوه من الفوار. الفوار ده بيشتغل لوكالي، انا المعده عندي فيها حمض، ممكن اديك حاجه قلويه فالقلوي يعدي الحمض وخلاص خلصنا، ده اصلا مش بيعدي، مش بيخش على الدم. تمام، فاهمين؟ هناخد بقى كل حاجه بالتفصيل. تمام، ايه طريقه عمل الادويه بشكل عام؟ فده اول كلام عندي بيكون مفهوم كويس. يبقى دي خطوات الفارماكو كاينيتكس، يسموها ايه؟ برنسبلز اوف ادمي، اهو ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن. مهم جدا الكلام ده. نرجع لمرجوعنا تاني، باي دواء يا ريس؟ هتكلم على الفارماكو كاينيتكس والفارماكو داينامكس، وفهمنا يعني ايه الكاينيتكس. عايز اعرف الجسم بيأثر ازاي على الدواء ده، بيمتص الدواء ازاي، بيوزع الدواء ازاي. الجسم، خلي بالك تركز قوي في الكلام اللي بقول، الجسم ازاي بيكسر، الجسم ازاي بيوزع، الجسم ازاي بيكسر.
تمام؟ الجسم ازاي بيمتص، الجسم ازاي بيخرج، الجسم هنا اللي بيتكاينتكس، الجسم هو اللي بيأثر. طب الدواء ازاي بيشتغل على الجسم؟ الدواء بيعمل ايه في الجسم؟ ده برضه يهمني جدا. فعايزين ناخد مثال، ناخد مثال نتكلم فيه افهمك ايه الفرق بين كل حاجه وحاجه. طب المثال بتاعنا خلينا نتكلم برضه في المسكنات، ما نطلعش بره القصه بتاعتنا. طيب ده البروفين، تمام؟ طبعا ده مسكن مشهور جدا، البروفين. خلي بالك كل الشله بتاعته اللي هي الكتافلام والكيتوبروفين كلهم اخوات المسكنات، اسمه العلمي الايبوبروفين، كلها هيدرس بالتفصيل. ليه مكتوب عليه ايه بقى؟ شايف بقى الطب، بص يقول لك مسكن قوي، مسكن للالام ومضاد للالتهاب وخافض للحراره. ايه يا عم انت ساحر ولا ايه؟ ازاي حبايه دواء واحده بس تعمل ده كله؟ انت فيه هو سحر؟ ازاي دواء يبقى مسكن للالام ومضاد للالتهاب وخافض للحراره؟ ايه ده كله يا عم؟ انت عارف بقى ازاي الكلام ده؟ طيب البروفين او الايبوبروفين ده ضمن مجموعه من الادويه اسمها الان سيدز او الان سيد، الان سيدز. يعني ايه ان سيدز؟ تعال نجيب في السبوره احسن. تعال بقى شوف معايا عبقريه الطب موجوده فين. يعني يبقى عندي ادويه، خلاص فهمنا الكلام ده، اسمها الان سيدز، تمام؟ يعني ايه ان سيدز؟ يقول لك نم، كله هيدرس قدام، نون ستيرويدال، العلم بالشيء بس، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يعني ايه يا عم الطلاسم دي؟ يعني بالعربي مضادات الالتهاب اللا استرويديه، انتي انفلاماتوري، انفلاماتوري يعني التهاب، انتي يعني مضاد، فهي مضادات الالتهاب نون ستيرويدال اللا استرويديه. معناها ان اذا يبقى عندي مضادات التهاب استرويديه اللي هي الاسترويدز، اللي هي الكورتيزون. تسمعوا الكورتيزون اللي بيتاخد، اللي هو بيتخن ده، بيتاخده مثلا عارفين زمان الخشاب لما وشها تخن فتره بقت عامله زي وش القمر كده، بيسموه المون فيس. يسموه، لا مش بقول قمر، مش بعكسها، هو في الطب بيتسمى المون فيس، وش القمر، عشان بيتنفخ بيجي مدور. ده بسبب الكورتيزونات الاسترويدز، تمام؟ هناخدها قدام. لكن المسكنات بقى اللي انت بتشوفها في السوق اسمها الان سيدز، النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. طيب بتشتغل ازاي المسكنات دي؟ عشان نعرف بتشتغل ازاي المسكنات لازم نتكلم في سكه ثانيه. سكه ايه؟ هنتكلم شويه عن حاجه ربنا خلقها في الجسم اسمها البروستاجلاندينز. خدتها في ثانويه عامه، تمام؟ ما تعملش عبيط، خدتها في ثانويه عامه في الالتهاب، تمام؟ فالاستجابه في الاحياء، الاستجابه المناعيه الاوليه رقم واحد الالتهاب. خدت حاجه اسمها البروستاجلاندينز. ايه البروستاجلاندينز دي؟ باختصار يعني تمام، دي الكلمه بروستاجلاندينز عشان نختصر. بروستاجلاندينز دي مواد كده، خد بالك انا بقول بروستاجلاندينز ليه؟ يعني في منها انواع، في انواع كتيره، انت مش عارف بروستاجلاندين اي 1، بروستاجلاندين اي 2، بروستاجلاندين مش عارف ايه. فهنتكلم عنهم بشكل عام. دي مواد ربنا خلقها في الجسم بتعمل وظائف معينه، مواد بتتصنع جوه الجسم بتعمل وظائف معينه، وظائف كتيره. تعالى كده نلقي نظره على بعض وظائف البروستاجلاندينز. طيب اول حاجه انت خدتها في ثانويه عامه ان البروستاجلاندينز دي كانت من ضمن او من ضمن الانفلاماتوري ميدييتورز. فاكر الالتهاب اللي خدته؟ مختصر برضو، هي كانت من ضمن الانفلاماتوري ميدييتورز. يعني ايه؟ ميدييتور معناها وسيط، يعني ماده بتؤدي الى حدوث الالتهاب، تمام؟ هيتاخد في الباثولوجي بالتفصيل ازاي بيحصل التهاب. ان بيحصل عندي الاوعيه الدمويه بتوسع، فاز دايلاتيشن، والدم بيوصل كتير، والمنطقه بتسخن وتحمر، الكلام كله هيجي يعني بعد كده. المهم خلي بالك الالتهاب ده مش حاجه مضر، الالتهاب في الاصل هي حاجه مفيده، هي رد فعل من الجسم. بس المشكله لما بيزيد عن الحد، لما بيزيد عن حد وبيقلب ضده، بيقلب بقى مشكله وتعب، تمام؟ ما علينا يعني. فهي اول حاجه بتعمل الالتهاب. الحاجه الثانيه بعتبرها من ضمن البين، البين يعني الالام، بين ميدييتور. يعني ايه ميدييتور برضه؟ يعني وسيط، يعني ماده بتسبب الالام. يبقى بروستاجلاندينز عباره عن انفلاماتوري ميدييتور، ماده تسبب الالتهاب، وبين ميدييتور تؤدي الى الشعور بالالم. طيب الحاجه الثالثه بتعمل فيفر. فيفر يعني ايه؟ يعني حراره.
بتزود حرارة الجسم. والحاجة الرابعة البروستاجلاند، ده بيحصل في حالة تمام ما الجسم يدخله بكتيريا، الجسم يدخله فيروس، يتعرض لأي حاجة مهيجة تتعور مثلا تتشك. مش تسمع لحد يقول لك صباعه مدوحس، يعني ايه صباعه مدوحس؟ يعني صباعه فيه التهاب، صباعه فيه التهاب يعني بيحمر وبيسخن مش عارف مين والكلام ده، والانسان بعد كده ممكن يجي له الم وممكن يسخن. كل الحاجات دي مسؤوله عنها البروستاجلاندز. طيب بعد كده ليها وظائف تانية موجوده في الجسم على طول، ده بيحصل في حالات الالتهاب لما يجي مرض، لكن في الطبيعي بقى هي على طول موجوده، ليها دور في حمايه المعده، بروتكت ستومك. هي يعني المعده عايزه حمايه؟ اه المعده عايزه حمايه. المعده دي جواها حمض يا ابني، جواها حمض، جواها ميه نار تمام. طب ازاي الحمض ده جوه المعده والمعده نفسها مش بتتاثر بيه؟ ده لو انت كبيته على الجلد هتتعور وهتتحرق، ازاي موجود جوه جسمك وانت مش بتتاثر بيه؟ عشان ربنا عمل حاجات في المعده تحميها، عمل طبقات في المعده بتحميها. من ضمن الحاجات اللي بتشارك في حمايه المعده او من ضمن المواد اللي بتشارك في حمايه المعده هي البروستاجلاند، بتؤدي لافراز حاجات معينه في المعده، طبقه كده مخاطيه بتحميها تمام. عايز تعرف بس انها بتحمي المعده. طب مش كده وبس، البروستاجلاندز كمان ليها دور مهم جدا في الكيدني فانكشن، في وظيفه الكلى. الكيدني فانكشن، الكليه بتستخدم البروستاجلاندز في تظبيط شغلها تمام. شفت كل ده؟ يبقى ماده واحده بس عملت كل ده. فجم بقى العلماء قال لك خلاص، يبقى انا اس الفساد عندي مين؟ هي البروستاجلاندز، هي اللي بتعمل التهاب وهي اللي بتعمل الم وهي اللي بتعمل حراره، فاحنا عايزين حاجه تمنعها او حاجه توقفها. فقعد يبص يبص يبص، قال لك ايه؟ طيب قعد يدور، هي البروستاجلاندز اصلا بتيجي منين؟ لقوها بتيجي من حاجه اسمها اراكيدونيك اسيد، اراكيدونيك اسيد تمام. في كده حاجه بتطلع في الجسم اسمها اراكيدونيك اسيد، كل ده هيجي قدام، بيتحول عن طريق انزيم اسمه الكوكس، سايكلو اوكسجينيز انزيم اسمه الكوكس، الى البروستاجلاند. قال لك خلاص، طب احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نوقف شغل انزيم الكوكس، وبالتالي هنوقف تصنيع البروستاجلاند. في مشكله في النت تقريبا.